شعراوي الايمن، ايمن شعراوي 4-1. اشبعت النتيجه 4-1 لصالح خليل ابشيش. في غفله كده من دفاع العزبه 4-1 لصالح خليل ابشيش. لسه بدري يا جماعه، وشايفين كده كابتن محمد رمضان طلوع فرق. كنا في الملعب الكابتن محمد رمضان، كنا متعدين 1-1، كنا عاملين مباراه كويسه، ولكن لعب كده تروح لبشير، بشير بيقطع عباده، كده بياخد فاول، كده محمد حسن، كده لا لسه نازل، الشوطه جامده، يطلع كده يروح لحارس المرمى ولا ايه؟ يروح لجزره، شعراوي وايمن عفيفي، دوله عاليه كده، يروح لحارس المرمى، راجل دخل فيه 4 اهداف، عامل مباراه كويسه جدا. روح للمدافع لسه نازل، كورة عالية عطها لمحمد حسن، محمد لعيبة بتاع بريدنا، لكن برافو شعراوي، أحمد صلاح قطع، هنشوف ولا إيه؟ سند كده، جزرة، لعيبة على اليمين كده، محمد حسن، محمد بشير، بيرجع لجزرة تاني، جزرة بيبص شوية كده لمحمد حسن، الكعب كده لبشير، محمد حسن، لعيبة كده في الشمال، سند كده ثلاثة من أحمد صلاح. هيرجع لايه؟ لعيبها لمحمد حسن، تعدي محمد حسن كده وتطلع على التماس على فريقي العكس. والكابتن يسري استعداد للقاء القادم، حكم اللقاء الكابتن سامح فكري. هتشوفوا يا جماعه اللقاء القادم ده لقاء على صفيح ساكن، وهنشوفوا لقاء كويس جدا، كل الجماهير متعطشه للقاء ده. محمد سامي، طويله وعاليه، يقطع جزره باليد كده، يقطع ايمن عفيفي، تطلع كده رمي التماس من ناحيه اليمين، رمي التماس طلع العزبه كده، عمل تغيير، ابشيش كده، رمي التماس طلع محمد عليا كده، ونزل مدافع، طلع 2 لعيبه كده وغير، لسه ايمن عفيفي، تطلع من ايمن، ايمن بيرجع تاني، اللاعب لسه نازل، تغوص كده في اي حاجه وتطلع رمي التماس، من ناحيه اليمين لصالح فريق ابشيش. طيب التماس طلعوا عاليه، سلم ايمن عفيفي، ايمن ما يستلمش لان بشير، كده هيرجع بكعب ولا هنش ولا ايه؟ بشير محمد حسن، بيلم كده، شوف شوطه جامده، فاهم كده شعراوي اللي نازل يدافع، شعراوي رجع المدافع بتاعه، تروح لمحمد سامي، كده اللي بيشيل، طلعوا عاليه في ايمن عفيفي، ايمن بيلم كده وتطول منه، تطلع لان التماس، رامي التماس كده راح لجزرة، كده لعيبها البشير، طلعوا عالية، تروح كده الراجل لسه نازل، تطلع رامي التماس من الناحية التانية لصالح فريق أبشيش، رامي التماس لعيبها كده أيمن، لعيبها جزرة اختاروا كده، ولكن جزرة جابت فاول، طلع حارس المرمى كده لعيبها البشير، محمد حسن، واحدة كده وتيجي جنب القائم، نتيجة 4-1 لصالح فريق أبشيش، بتختم على عزة كوم الطب، تروح كده شعراوي اللي نزل كده بيهدي وبيدافع، شعراوي الأيمن، بيستلم كده تطول منه، ورامي التماس لصالح فريق أبشيش، أيمن شعراوي، محمد سامي بيشيل كده بمبدأ الأمان، تطول كده تروح لحارس مرمى عزة كوم الطب، حارس المرمى حطها برجله كده وعايز يسند على محمد، نزل محمد حسن، سمع التنفيذ، سامي طوله عاليه، يقطع كده حارس المرمى وبيطلع تاني ضربه رجليه لصالح فريق أبشيش، ضربه رجليه، ماشي ايمن ولد الشاي، وثلاثه كده محمد سامي هيطلع كده، محمد سامي لا يا طوله، وبيقطع العزه تاني، واحده التانيه بشير، ثلاثه من بشير كده ورمي التماس، بس انت ولا رمي التماس كده يرجعها بروح رياضيه شعراوي، حارس مرمى العزبه، رمي التماس تنزل كده للمدافع، شايف كده المدافع ماشي بيبص يمين وشماله كده، وصلنا على في نص الملعب، وبياخد فاول كده، اللاعب لسه نازل 4-1 لصالح فريق أبشيش، ماشي محمد حسن، جزره كده اي حاجه تربط المدافع وتطلع ضربه ركنيه، جزره كده اللي بدا يهاجم، جزرة طلع للحارس، تطلب منه بيلعب في النار،
صوبك في ايمن كده. هل التماس؟ هل التماس؟ انت الكابتن احمد، هل التماس؟ صالح فريق العزة جزرة يرجع للحارس قد ايه؟ جزرة واشوف هيب ولم كده هدايا والتانية وشوف شوفه جامدة كده هتطلع ضربة رجلية. ضربة رجلية لصالح فريق العزة، ضربة رجلية زاد معاهم الحارس كده تخبطها تطلع في أيمن. ضربة رجلية ثانية لعبها سنة على بشير، بشير بيشوف كده بيطلع محمد سامي طالع اللاعب اللي لسه نازل تطول منه كده رمي التماس لصالح مدي فاول كده لصالح خليها بشيش فاول سامي هيلعب لشعراوي ولا ايه؟ لعبها طويلة وعالية تعدى أيمن كده ماشي علي كده لسان الجول وطلع كده يهاجم ماشي علي هيزيد على الباك الشمال كده ولا هيزيد على جزرة ورجع لعلي تاني ماشي علي هيشوط ولا ايه؟ علي وشوط شوطة جامدة وشوط تاني والله علي كده طلع بكورتين يا جماعة الاثنين كده ضربة ركنية فضل في الكابتن يوسف كده توسع يا جماعة من عندكم ولعبها بطل رجله كده جه محمد حسن تاني لجزرة جزرة اللي بيلم وبياخد فاول جزرة كده لم خد فاول من ناحية اليمين نتيجة 4-1 سلم محمد حسن كده محمد حسن بيبص لجزرة وسند على علي محمد حسن تاني محمد حسن وبرافو شعراوي كده ينادي يدافع شعراوي لم التباس سلم العزة من ناحية اليمين سند على بشير تطول منه كده من بشير تطلع لم التباس تاني لم التباس تاني بشير بشير ليه جزرة بيلعب بالنار كده جزرة ماشي جزرة وبيلم واحد والتاني كده وتطول منه شعراوي انا عفيفي لعيب كبير يا جماعه وايمن شعراوي واحده كده وتطلع بره الثلاث كشبات تطلع ضربه مرمى من الناحيه الثانيه ماشي علي اللي بيزود معاهم علي ماشي علي كده حارس مرمى بيزود معاهم وبرافو ويقطع بشيش تروح لايمن ايمن عفيفي عايز يلعبها كده بخوف ولكن حارس المرمى يرجع ثاني ويقطع ماشي فاول كده فاول عفيفي وتقطع لم التماس من الناحيه الثانيه وصلها العزبه بعد بشير ماشي بشير تروح لعلي بيلم كده وده من بشير تاني بشير علي كده بينادي على اللاعب ده يطلع خطر كده بيلعب بالنار ايمن عفيفي يا جماعه لا تمام علي كده بيلعب بالنار ويقطعها ايمن كده يا جدعان ايمن لعيب كبير وبينزل الهدف الخامس اصبحت النتيجه 5-1 لصالح فريق ابشيش 5-1 لصالح فريق ابشيش بيجيبها علي كده لعب بالنار كده وتقطع منه وترد كده ايمن لا كمان ايمن لعيب كبير قطع كده وبيعزل الهدف الخامس ايمن عفيفي وضرب ابشيش كده سيبها محمد حسن لم التماس لصالح فريق ابشيش ما ترفع يا احمد ارفع انت يا احمد هنا ماشي جزرة ماشي تطول منه ومد كده احمد رمي التماس لصالح جزرة محمد حسن محمد بياخد فاول كده محمد حسن من ناحية الشمال لعبها سند على الباك الشمال لسه نازل برافو حارس المرمى طلع منه كده و هيطول هيلعب لايمن ولا ايه؟ لا المدافع لسه نازل وبيلم كده اي حاجة بيطلعها بشير وسنك كده ماشي 3-1 بيلم تاني بيلم تالت يا راجل معاك اثنين وطلع فيها شويه كده تروح محمد حسن بيلعبها المدافع لسه نازل قطع كده وهيلم تاني وبرافو 15 طولها كده راح في نص الملعب لعب ايمن عفيفي يا ولد يا ايمن لعبها كده واحدة كده بتاع السورية الهدف اللي جه في الزمالك ولكن تعدت كده عايز ياخدها من تحت كده محمد سامي تطول برافو جزرة عمل نفسه يا جماعة وقطع اللي هو النور ولكن
نتيجة تقيلة، نتيجة 5-1 صالح فريق الشيش. والله يكون محمد رمضان يا جماعة خلينا في أول السحر، على الأقل كنا متعدين 1-1 وكان في ضربة جزاء. وطول عمري بقول لكم كورة مش بالسن، كورة بالدماغ. ماشي علي كده، علي ماشي، علي برافو، لعبها بالعرض كده بياخدها حارس المرمى وبيهدي اللعب، بيهدي اللعب بتاع حارس المرمى، لعبها لشعراوي، شعراوي الأيمن، أيمن وشعراوي، سلام متفاهم يا راجل، أيمن كده بدل ما يقف عليها، لو وقف عليها كان بيفرق معاك كتير. عايز يلعبها بسرعة كده وتروح لعلي ضربة مرمى، تروح للباك الشمال، تروح لبشير، بشير بشير ماشي، بس كده الباك الشمال وشوط ون بيه وسن الجنة فيها، برافو حارس المرمى، تظبط وتطلع ضربة رتمية لصالح. عايز بالكوب الضرب، ضربة رتمية، ضربة رتمية لصالح فريق العزبة، وبيطول كده محمد سامي، تروح لعلي، علي ماشي، علي طولة وعالية، ما تروحش كده لأي حد، تروح ضربة مرمى لصالح فريق بشيش، طول كده لا بدافع، بيطول كده شوية شوية، وجزرة بتفاجئنا كده، جزرة قضاء في أول الملعب، شاف كده أيمن عفيفي، أيمن تنقطع، قطع جزرة تاني، جزرة والله يا جماعة عامل مباراة كبيرة رغم الهزيمة، عامل مباراة كويسة جدا، وماشي بشير رايح عليها كده ما يلحقش ياخد بشير، بشير شايفين كده جزرة رايح، عامل ماتش كبير كده جزرة النهارده، والله ما المنظر بيمشي من هنا شايفه، انا شايفك 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 انت يا عم، 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 ان